هون اعتقد انه الناس اللي مشاهدين ياك بعض كل حد نعطوه حقه، المشاهدين يعرفوا اعلان من 2019 اعلان خلق فيه ياسر من الامور تحسنت في مجال تسيير المجال الحضري. عندكم مخططات مؤمنه، عاد كل حد يدي يعرف احداثيات بل منين فيه، ياسر من القزر بدوا يختفوا، ظرف ما زالت عندنا 28 تجمع من القزرات في نواكشوط متباركين معاها ان شاء الله، وكيف قلت دائما دار توفه تنحل مشكلتهم في هذا الصيف ان شاء الله. وفي غير لازم هم اللي نصبروا كاملين ونشوفوا نعودوا نخرصوا، لا ما نخرصوا، دائما الجزء الفارغ من الكاس لا بد احد يعود عنده ذيك جرعه الامل، دار الامور تتحسن بالوقت. شكرا جزيلا.